على صفيح ساخن عاش الأردن منذ يوم الأربعاء الماضي، عندما انطلقت احتجاجات في عدد من المناطق والمدن بسبب ارتفاع أسعار المحروقات. التوتر بلغ ذروته يوم الجمعة مع مقتل ضابط أمن في معان خلال المظاهرات التي نظمها سائقو سيارات الشحن، والتي انضم إليهم فيها العاملون على سيارات الأجرة وفي قطاعات أخرى. كان يمكن أن تمر هذه الاحتجاجات بل وأن تتوسع بشكل طبيعي لولا هذه الحادثة، فالأردن اعتاد على مثل هذه التفاعلات الشعبية مع الهموم والمشاكل الاقتصادية التي يواجهها، لكن مقتل هذا الضابط وما ترتب على ذلك حول الأمر إلى اتجاه آخر، اتجاه المواجهة مع التكفيريين والخارجين عن القانون، بعد أن أعلنت السلطات أن خلية من السلفيين الجهاديين هي من نفذت عملية الاغتيال. كان يمكن لهذا الإعلان أن يكون محل تشكيك أيضاً، وأن يفسر كمحاولة من الحكومة لاحتواء التذمر الشعبي تجاه ارتفاع الأسعار، لو لم تحصل مواجهة كبيرة في محافظة معان بين قوات الأمن وعناصر هذه الخلية، ما أدى لمقتل أحد الأعضاء فيها إضافة إلى 3 من الضباط وصف الضباط، وهو تطور خطير وضع الجميع في موقف حرج. فالفئات المتضررة من توجهات الحكومة نحو تطبيق سياسات اقتصادية متقشفة جديدة لا تريد بالتأكيد التوقف عن التعبير عن رفضها لهذه الإجراءات وتنظيم الفعاليات الاحتجاجية السلمية ضدها، والسلطات الرسمية لا تريد من جانبها أن ترى مزيدا من عناصر الأمن والشرطة يسقطون ضحايا على يد من تقول إنهم تكفيريون، لكن الجميع مندهش بالتأكيد من هذه الأحجية التي باتت لكثرة ما تكررت محل تشكيك مهما بدت واقعية ومؤكدة. فهل كتب على الشعوب العربية أن تقع في كل مرة بين حجر السياسات الحكومية ورحى الإرهاب؟ ما الذي يجعل الجماعات والقوى التكفيرية حاضرة في كل مرة يخرج فيها الناس للمطالبة بحقوقهم وبشكل سلمي وحضاري؟ هل ما زال مقبولا القول في كل مرة إن وظيفة ومهمة هذه الجماعات المتطرفة الإضرار بالشعوب ومساعدة الحكومات سواء بقصد أو بحمق على التضييق عليها؟ أم إن المنطقة والتجارب المتكررة تقول وبوضوح إن هذه القوى الظلامية لا تجد فرصتها إلا في لحظات كهذه، وأنها لم تتعلم شيئا من كل التجارب السابقة، بل لا يهمها أن تتعلم أصلا، وكل ما تريده هو المواصلة على المنوال نفسه من دون إيلاء أي أهمية لما تتسبب به من أضرار وما تلحقه من أذى بالشعوب والدول والمجتمعات. لكن هناك سؤال مهم في الحقيقة يبدو أن على عمان أن تواجهه بصراحة، وهو: لماذا تترك السلطات الأمنية لهذه القوى والخلايا السلفية التكفيرية الحبل على غاربه إلى أن تنفذ إحداها جريمة كبرى فتقوم بالرد عليها دون أن تعمل على مواجهة شاملة ومعالجة كاملة لهذا الفكر وحامليه؟ ألا يجعل ذلك الاتهامات التي توجه لها بأنها تتعمد ذلك لتوظيف ما تقوم به القوى المتطرفة من أجل احتواء أي احتجاجات أو غضب جماهيري؟ أم إن الأمر لا يمكن أن يؤخذ بهذه البساطة، ومسألة التطرف باتت معقدة جدا وتحتاج لوقت طويل وجهد جماعي يتشارك فيه الكل بالتوازي مع الجهود المطلوبة لحل مشكلات السياسة والاقتصاد والتنمية وغيرها؟